دولة كدولة ما ينفعش تشوف منتقد لا في مستشفى ولا في مدرسة ولا في جامعة حكومية، شايفه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. النقاب يا سيد الكريم هو بغض النظر موروث قديم عن الشريعة اليهودية أو لا، مع تقدير الدكتور أمن نصير طبعا، إلا أنه موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقره. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للنقاب يعني الإباحة مش الحرام، ده رقم واحد كده. طب هل يا ترى الإباحة دي تحولت إلى الوجوب أو ظلت في طي الإباحة في حرية شخصية؟ بعض الفقهاء من قديم زي واجه عند الإمام أحمد بن حنبل يرى أنه النقاب واجب مش مجرد إباحة، لكن غالب جمهور الفقهاء وعليه الفتوى في العصر الحديث وأئمتنا كلهم يكاد يكون مجمعين على هذا. وأنا الحقيقة بأدافع على إباحة النقاب مش على فرضية النقاب. طب هنشوف مع بعض، واحنا معاك برضه جزء من حلقه الامس مع الضيوف لما كان بيقول ان الملكيه قالوا ان النقاب واجب، هنشوفها مع بعض ونرجع نعرف بقى بالظبط ايه الفرق ما بين الاباحه والوجوب وان هو فرض. هنشوف مع بعض ضيف حلقه الامس، اتفضل. انا بقى انا بكلم حضرتك عن جدا وراجل بروفيشنال ومحايد، بقول لك اديني راي في موضوع الحياديه ده، قال انه وانا هتوصل بالتليفون اراء فقهيه للائمه الاربعه. واحنا بنبحث في قضيه النقاب لقينا من الائمه الاربعه البعض منهم قال ان النقاب واجب والبعض منهم قال انه مستحب. مين اللي قال انه واجب فيهم؟ اظن المذهب المالكي قال انه هو واجب. المذهب المالكي قال انه هو واجب والنقاب واجب. النقاب واجب وجمهور الفقهاء قالوا انه هو مستحب. طب قرار لا يعيبها. طب انا لسه هرد عن برضه فكره هل المذهب المالكي بيقول ان النقاب واجب ولا لا، لان هي برضه ما كانش من ناحيه الشق الديني، ولكن هنحاول نتواصل مع ده. يعني شجاعه ادبيه مني ان انا اقعد هذه القضيه، انا قلت امبارح هنشوف بقى راي الدين في هذه القضيه. امبارح ما كانش بنناقش النقاب من ناحيه دينيه، كان من ناحيه قانونيه ومجتمعيه. دكتور سامي، هل فهم الملكيه قال ان هو واجب؟ هو احترام للاخ الكريم لما قال اظن يبقى معناه مش متاكد، معناه ان هي طلعت معاه كده. ان الملكيه لم يرى وجوب النقاب على المذهب المفتى به، بالعكس يرى بعض الملكيه او مدرسه من نفسهم ان النقاب ليس مباح حتى بل بيعتبروه بدعه. بس وصل لها الحد. مين اللي قال انه بدعه؟ بعض مدارس الملكيه. الملكيه؟ نعم، بعض مدارس الملكيه. شايف ان هو بدعه. وقال ان هو عاده ما هواش عباه. وبناء عليه بيظل عندي فقاب ما بين الوجوب والإباحة. وعندنا مذهب للحنابلة أو رأي في الحنابلة يرى الوجوب، ورأي آخر يرى